أيها الإخوة، وإن من نعمة الله عز وجل على الناس أن امتن عليهم بملابس تقيهم شدة البرد، وأيضا تقيهم شدة الحر، كما قال سبحانه: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. ومعنى جعل لكم سرابيل، السرابيل هي الثياب من القطن أو الكتان أو الصوف ونحو ذلك. وقوله وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، أي الحر والبرد، ولكن إنما ذكر الحر فقط لأنه وقت نزول الآية، وكانوا في مكة وكانت معاناتهم من الحر أكثر من البرد. وقد امتن الله عز وجل على عباده أيضا بملابس الصوف المنسوجة من جلود الأنعام، فقال والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون.